اهلا بيك يا كابتن اسلام، واهلا بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. ساعات بسيطه تفصلنا عن مواجهه هامه ومرتقبه، فيتا كلاب الكونغولي والنادي الاهلي هنا على ملعب الشهداء في تمام الساعه 5 بتوقيت الكونغو، 6 مساء بتوقيت القاهره. اتكلمنا طبعا على حضور الجماهير وسعه الاستاد اللي بتسع ل 80,000 مشجع بالتاكيد، مع اسئلتنا المستمره لسفارتنا هنا طبعا، وايضا كمان بعض المسؤولين للنادي فيتا قال بالتاكيد هيكون في اكثر من 80,000. لكن كل العوامل دي النادي الاهلي بيتعامل معها في كل المباريات، اي مباراه بيكون فيها جمهور، اي مباراه بيكون فيها سوء ارضيه الملعب، ملعب ترتان، كل الامور دي ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يتخطاها بشكل كبير ويحقق ان شاء الله الفوز اللي هيساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا في المشوار الافريقي، وهو حلم كل جمهور النادي الاهلي. اتذكر معاك يا كابتن اسلام واذكر كل الساده المشاهدين ب 21 لاعب في قائمه المباراه، مباراه اليوم الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي: الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني، احمد فتحي، ياسر ابراهيم، سعد سمير، عرامي ربيعه، ايمن اشرف، علي معلول، محمود وحيد، اسلام محارب، عمرو السليه، هشام محمد، كريم ندبد، ناصر ماهر، حسين الشحات، وليد ازارو، جونيور اجاييه، ورمضان صبحي، وحمودي، ومروان محسن. غيابات ايضا كالعاده في صفوف فريق النادي الاهلي، لكن قلت زي ما ذكرنا بشكل كبير جدا خلال المباريات الماضيه. بيعود لنا وليد ازارو، بيشارك ان شاء الله النهارده سواء الدفع به في المباراه او ايضا كمان يكون على دكه البدلاء. لكن ايضا كمان لو بنتكلم على الغيابات النهارده في هذه المباراه: شريف اكرامي للاصابه، وليد سليمان تاهيل، حمدي فتحي للاصابه، حسام عاشور للتاهيل، صلاح محسن اصابه، محمد نجيب للتاهيل، ورؤيه فنيه وحيده وهي محمد شريف اللي تم استبعاده من هذه الرحله. ايضا كمان عايز اتكلم على الطقس النهارده، الجو يمكن مقبول زي ما اكدنا خلال الايام الماضيه، تواجدنا هنا في الكونغو درجة الحرارة كانت عالية شوية النهارده، بتصل ل 35 درجة، الرطوبة أيضا كمان يا كابتن إسلام بتصل ل 77%، لكن يمكن في هواء شوية إن شاء الله بإذن الله مع الساعة الخامسة هنا بتوقيت الكونغو يكون الجو مهيأ شوية لعيبة النادي الأهلي، لأن الرطوبة هنا عالية بتأثر أكيد بشكل كبير جدا على كل اللاعب. إن شاء الله خلال لعبتنا في قمه التركيز بننقل كل رساله، بنقول ان لعبتنا سمه معسكرات فريق النادي الاهلي هي التركيز. كابتن سيد بيشتغل بشكل كبير جدا على هذا الجانب باستمارة لاسارتي، الجميع بصراحه، اللعيبه الكبيره احمد فتحي، كل اللعيبه بصراحه النهارده يمكن او امبارح واول امبارح كمان، الكل في تجمعات، الكل في حديث عن اهميه هذه المباراه، اهم مرحله في النادي الاهلي او في الموسم ده بالذات هي البطوله الافريقيه، اهم مرحله فيها، وايضا كمان في بطوله الدوري من اهم مراحل بطوله الدوري العام. ان شاء الله يا كابتن اسلام نكون موفقين في هذه المباراه. لو بتكلم على التشكيل سريعا او نقدر نقول التشكيل اللي ممكن يخوض بيه النادي الاهلي هذه المباراه وهو الاقرب، يعني نقدر نقول في حراسه المرمى للشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني، سعد سمير، ايمن اشرف، علي معلول، في المنتصف لسه عمرو السليه وكريم ندبد من الوارد يكونوا متواجدين، ورامي ربيعه ايضا من الوارد يكون ليه دور يا كابتن اسلام. على الاطراف نقدر نشوف رمضان صبحي وجونيور اجاييه، وفي الهجوم ناصر ماهر ومروان محسن. حتى هذه اللحظه ده اللي احنا استشفيناه واللي كان مستر مارتن بيشتغل عليه خلال الايام الماضيه، لكن ممكن يكون في مفاجات، ممكن يكون في اراحه عمرو السوليه والدفع ايضا كمان برامي ربيعه في منتصف الملعب. ان شاء الله باذن الله مجرد وصولنا للملعب هنعرض كل هذا لي على شاشه قناه النادي الاهلي لكل جمهور النادي الاهلي، سواء تشكيل النادي الاهلي وايضا فيتا كلاب والحاله المتواجده لجمهور الجمهور طبعا فيتا كلاب المتواجد في المدرجات. ان شاء الله كابتن اسلام يكون معاك لحظه بلحظه هنا من الكونغو والى القاهره، ان شاء الله نعود مع 3 نقاط يكونوا مهمين ويساعدوا النادي الاهلي في مشوار البطوله الافريقيه. عوده ليك يا كابتن اسلام.